فيها حصون العدا وأمضي إلى كل بقعة أرض وأغرس فيها لكي أحصد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام المباركة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان، ونحن معكم في هذه المسابقة من مسابقة رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي نتحدث بها عن جيل حمل هذه الدعوة وبلغ رسالة الإسلام، فجادوا بالغالي والنفيس، اشتد عليهم الأذى حتى قال خباب بن أرت: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قد كان في من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض ثم يوضع فيها، ثم يوضع المنشار على رأسه فيجعله نصفين، ويمشط بأمشاط من حديد ما بين لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه أبدا، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. ومع السؤال الثاني عشر من مسابقة رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، والسؤال يقول: صحابي جليل ملك المجد من كل أطرافه، اجتمع له مجد الصحبة والقرابة والعلم والتقى، إنه رباني هذه الأمة، إنه حبر هذه الأمة، لما وضعته أمه حملته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه بريقه عليه الصلاة والسلام، فكان أول ما دخل جوفه بريق النبي صلى الله عليه وسلم، رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال في حقه: اللهم آته الحكمة. رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال في حقه رضي الله عنه: اللهم آته الحكمة. فمن هو؟ رضي الله عنه ورحمه الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيول الشتاء وأجعل منه سيول الشتاء.